السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم عندنا جهاز سامسونج A50 مسكر حساب جيميل، نعمل له تغطية للحساب بأداة مجانية من صاحب الأداة. ياريت بداية إذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد. اللايك مهم جدا يا جماعة، تدعموني أكمل في هذا المحتوى. أول شيء راح أترك لك رابط تحميل الأداة موجود بالوصف، راح تنزله راح يكون عندك بالملف بالشكل هذا. تضغط كليك يمين تكون منزل برنامج ونرار، تعمل اكستراكت للملف. بفك ضغط الملف تفتح الملف بالشكل هذا. بعدها مباشرة تفتح ملف الأداة الرئيسي، تفتح معك الأداة بالشكل. طريقة مختلفة، يعني طريقة فتح الهاتف مختلفة. أكيد جربته لو شبكنا جهاز. الجهاز لو عملت نجمة مربع صفر نجمة مربع وجربت من البرامج على انيبل اي دي بي ما راح يشتغل معك، يعني ما راح يتعرف عليه أي جهاز. الطريقة هون مختلفة. هنا دخلنا الجهاز احنا بالوضع نجمة مربع صفر نجمة مربع، بعدها مباشرة حتوجه لإنيبل اي دي بي جون، اضغط عليها. هون بحكي لي is phone connected to Wi-Fi. هلا اذا بحكي لي الجهاز مشبوك بالواي فاي، اذا حكيت له لا وقف خلص ما راح يعمل ولا اشي. ايش معناته؟ معناته انه لازم يكون مشبوك بالواي فاي. فبالحالة هاي بدخل وبروح على الجهاز، عشان هيك بحكي لكم الطريقة مختلفة. بروح وبشبك الجهاز واي فاي زي ما انتم شايفين. لو عملنا سكيب ما بيقبل، هنا بشبك على الواي فاي. تأكد انه شبك واي فاي، الامور تمام. برجع رجوع للاسفل للخلف وبرجع وبضغط نجمة مربع صفر نجمة مربع وبعمل له يس انه انا هيك شبكته على الواي فاي. بعدين هون بضغط اوكي وبنتظر ليقوم بالعملية. طبعا ليش؟ اي زي ما سمعتوا الجهاز اتصل بالأداة وطلع المسج. ليش لازم يكون مشبوك واي فاي؟ لأنه بينزل ملف على التليفون عشان يفعل الخاصية. بنعمل له الاو، هيك احنا شبكناه بالاي دي بي. الآن بضغط ريست اف ار بي اي دي بي. زي ما شفتوا طلع معلومات الجهاز فوق بالأعلى، التليفون طفى بشكل كامل. ننتظر لغاية ما يفتح التليفون. لازم يكون مشبوك واي فاي على التليفون لأنه راح يستخدمه بتنزيل ملف عليه ويشبكه مباشرة، يتصل عن طريق السيرفر خاص بالأداة. ننتظر لغاية ما يفتح التليفون. طبعا زي ما انتم شايفين على الشاشة الإصدار 11 للجهاز. نعمل هنا صح، نعمل تالي. زي ما شفتوا مباشرة فتح التليفون بشكل كامل. يفضل بعد ما يفتح التليفون بالطريقة هاي انك تعمل ضبط مصنع للهاتف، يعني تفوت على الاعدادات تعمل ضبط مصنع من الداخل بتفعيل الاي دي بي. ما حبيت برضو بصير نفس المشكله، يعني ما عندك اي مشكله. يا ريت يا جماعه لا تنسوا اللايك، اللايك مهم جدا جدا جدا. نراكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.